نعم كاتي عندك. شكرا إبراهيم ودانا. رح نتحدث عن الأشياء والذكريات اللي كنا تحدثنا عنها في بداية حلقتنا، ورح تكون معنا ضيفة لليوم، ولكن خلينا نتحدث قليلا عن الأشياء والذكريات. مرور الأحداث وتواليها على العقل البشري في حياة الإنسان يطبعان ذكريات مختلفة بداخله. البعض منا يحب استعادة الذكريات الجميلة ويتلذذ بتذكرها مع العائلة أو أصحابه أو مع نفسه في بعض الأحيان، والآخرون يكونون بالحزن عند استعادة الذكريات، تأتي إليهم فتدفعهم للاكتئاب دون مقدمات. وفي القلب أشياء لا تنسى نشتاق إليها مع مرور الوقت، ونتمنى لو تتكرر في حياتنا، فهي من ذكرياتنا، فمنها الذكريات الجميلة والسعيدة، ومنها الذكريات المؤلمة التي تعلم في قلوبنا طوال العمر. فكل يوم يمر علينا يمر فيه المواقف والغرائب منها، ويضحكنا منها يبكينا، ويوجد فيها أجمل الكلام، وتبقى لتظل الذكريات لا تنسى. فكل منا مرت عليه مواقف يندم عليها ويتمنى لو أنها لم تكن في حياته، ومرت علينا مواقف أخرى أخطأنا بها ولكننا تعلمنا منها الكثير، ومرت علينا مواقف لم نصدق فيها أننا كنا على هذا القدر الحكيم في وقتها، ولم نكن نتوقع أن يصدر منا هذا الحكم، فتزداد بعدها ثقتنا في أنفسنا، فنسير ونتقدم خطوة للأمام. كلنا لدينا تلك المقتنيات التي نعتز بها بسبب ارتباطها بذكريات سعيدة أو أشخاص معينين، وبالرغم من أن قيمتها المادية قد لا تتعدى الكثير، ولكن الذكريات التي تحتفظ بها تجعلنا نحافظ عليها وكأنها مصنوعة من الذهب. وممكن أن تكون تلك الأشياء قطعة ثياب، كتاب، أو قطعة مجوهرات، أو حتى عطرا ما. وفي بعض الأحيان نمر من شارع نتذكر شخص ضحكنا أو بكينا معه، ونتذكر مواقف كنت فرحا بها أو حزين، ناجح أو لم يحالفك الحظ. بين الذكريات الجميلة والمريرة تسير الحياة بكل تفاصيلها. سنتحدث أكثر بخصوص هذا الموضوع مع ضيفتنا لليوم، ولكن سأعطيكم بعض النصائح عن الذكريات والاستمتاع بها مهما كان نوعها. أولا، يجب أن تتأقلم مع الذكريات أو الأشياء بكل ما تحفز من مشاعر متضاربة. ثانيا، الحنين للماضي مهم للصحة العقلية والنفسية وله فوائد جسدية وعاطفية، فهو أسلوب ناجح في محاربة الاكتئاب ويعزز الثقة بالنفس والنضج الاجتماعي. وقد أثبت العلم الحديث أن الشعور بالحنين إلى الذكريات يفيد الدماغ، وذلك من خلال صور الرنين المغناطيسي. لذا علينا مراجعة الذكريات مع أبنائنا وتعليمهم أهميتها وتخليصهم من الشعور السلبي إذا كان موجود. ثالثا، تجعلنا الذكريات نصبح أفضل وأنجح من خلال التجارب التي مررنا بها. في النهاية الذكريات والحنين إلى الماضي مهم جدا، ولكن في بعض المواقف تحديدا الفقد، لما نفقد أشخاص بنحبهم مثلا، نتمنى أن تمحى هذه الذاكرة وتمحى ذاكرتنا ولا نتذكر شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة النسيان. إن شاء الله كل ذكرياتكم وأشياءكم بتكون حلوة ودافية، وكل أحبابكم حواليكم. إلك إبراهيم ودانا. يعطيك العافية كاثي، وإن شاء الله زي ما حكيت تكون كل ذكرياتنا حلوة. رح نطلع على فاصل ونرجع نكمل معاكم.